اهلا بيكم في لسن جديد بيسك او اس بي اف. يعني خليكم فاكرين احنا لسه بنتكلم عن implementing Cisco IP routing او route course. الاكزام بتاعه 642-902. بالنسبه لي اللسن دوت هنتكلم فيه عن او اس بي اف كمراجعه وفي نفس الوقت مقدمه، لان طبعا او اس بي اف برضو كان من الراوتينج بروتوكولز اللي كان فيه عنها كلام في CCNA. هنتكلم عن OSPF features، هنتكلم عن برضو ايه الفرق ما بين OSPF و EIGRP، والكلام ده مش هيبقى بس مجرد في مكان معين، اكيد هيقابلنا واحنا بنتكلم عن features عن OSPF ان لا طب EIGRP ما كانش كده، EIGRP كان بيشتغل بشكل مختلف. اوكي، بعد كده هنتكلم عن terminologies والtables بتاعت OSPF. هنضرب مثال how to configure basic OSPF network. Basically هنشتغل يعني على single area، وبعد كده نخش على multi area. هنتكلم عن virtual links وايه فايدتها، ازاي ممكن نسرع convergence بتاع OSPF، وازاي ممكن نكنترول neighborship عن طريق passive interfaces OSPF كمان authentication. OSPF برضو عنده metric calculations، بس الحمد لله هي أسهل بكتير من EIGRP metric calculations. إزاي بتحصل، إزاي ممكن نغير فيها، ده اللي هنتكلم عنه في آخر اللسن بتاعنا. بالنسبة لـ OSPF هو Link State Interior Gateway Routing Protocol، يعني Routing Protocol بنستخدمه جوه النتورك بتاعتنا أو جوه الأوتونومس سيستم، ما بنستخدموش زي BGP على الإنترنت. Open، ودي أول كلمة في الاختصار أو اسم OSPF. Open بمعنى أن هو Open Standard، مش طريق مفتوح. Open بمعنى أنه أي حد حابب يطبقه مفيش مشكلة ممكن أن هو يطبقه. يعني أنت ممكن تعمل Router، تعمل شوية يعني تعمل software كده وتقوم مشغل أو مطبق فيه OSPF، لأن الستاندر بتاعه موجود، مش زي EIGRP إن هو بتاع شركة معينة اللي هي Cisco. طبعا بيسبورت VLSM، convergence بتاعه مش بطال، طبعا أبطأ شوية أو يعني أقل سرعة من EIGRP. الديزاين بتاعه بيتميز إن هو معقد، وهنتكلم يعني إيه معقد، والconfiguration بتاعته كمان مش سهلة قوي، لان طبعا لما ديزاين بيبقى معقد فده بيتطلب more complex configurations، يعني الموضوع بقى يبدا ايه يعك كده، هنشوف ازاي. بالنسبه لـ OSPF بيستخدم مالتي كاست ادريسز 224.0.0.5.6، بيستخدم اي بي بروتوكول اي دي 89، يعني الرسائل بتاعه OSPF بتتحط على طول جوه اي بي باكيت. بيبني اللينك ستيت داتابيس، ودي بتكون عباره عن داتابيس عنده معلومات عن كل الراوترز، كل النتوركس والنيبرز بتوعهم حتى لو ما كانوش واصلين بيه، وبيتبادل مع جيرانه حاجه اسمها لينك ستيت ادفرتايزمنت. ايه هو هنقول؟ طيب بشكل مبدئي لو هنقارن ما بين او اس بي اف و EIGRP، طبعا احنا بنقارن ما بين لينك ستيت فيرسس ديستنس فيكتور، EIGRP ديستنس فيكتور راوتينج بروتوكول. والنقطة دي معناها ببساطة ان احنا لو عندنا راوتر زي مثلا راوتر 1، وراوتر 1 عشان يوصل لراوتر 3 بيعدي على راوتر 2، لو احنا بنستخدم EIGRP غالبا راوتر 1 مش هيبقى عنده معلومات دقيقة عن راوتر 3، يعني مثلا ما يعرفش ايه اللينكس اللي واصلة بيه، او ما يعرفش حالته هو الشخصية ايه، زعلان متضايق، او يعني اقصد ان هم ما بيبقاش عارف مثلا راوتر 3 دوت بيكلم مين EIGRP، يعني مين النيبرز بتوعه. ليه؟ لان ببساطه راوتر 1 ما بيهتمش قوي، كل اللي بيهمه ان في لينكس هنا او في نتوركس هنا، طب اعرف عنها وخلاص. اللينك ستيت راوتينج بروتوكولز لا، الموضوع معاها مش كده بقى. اللينك ستيت راوتينج بروتوكولز دقيقه جدا لدرجه غلسه، ان هو راوتر 1 مش واصل مباشره ب راوتر 3، ومع ذلك راوتر 1 عارف ان في راوتر اسمه كذا كذا، عارف ان راوتر 3 موجود، عارف ان هو بيكلم او اس بي اف مع راوتر 4 و5، عارف ايه اللينكس اللي ما بينهم، عارف حاله كل لينك ايه. فده بيؤدي الى ان كل راوتر في النتورك عنده معلومات دقيقه عن كل راوتر تاني في النتورك، فزي ما كنا قلنا قبل كده ان هما بيبقى عندهم خريطه دقيقه لكل النتورك، فده بيؤدي ان هو طبعا بيكون من الصعب حدوث لوبس ولكن عندنا معلومات كتير.
اي جي ار بي زي او اس بي اف، بيبقى عنده مالتيبل اوف تيبلز، يعني عنده نيبر تيبل، بيبقى عنده database بيحط فيها المعلومات اللي خدها من النيبرز، وبعد كده بيبقى بيطلع افضل الطرق الى يحطها في الراوتينج تيبل. يمكن السمرايزيشن بتحصل في او اس بي اف، لكن الاختلاف ان او اس بي اف بتعمل سمرايزيشن في اماكن معينه، ما عندكش المرونه انك تعمل سمرايزيشن في اي مكان زي اي جي ار بي. النيبرشيب ريكويرمنتس ممكن تختلف شويه وهنتكلم عنها كمان دقايق، بس للتذكره اي جي ار بي يهمه ان كل الراوترز تبقى في نفس الاوتونوموس سيستم، او اس بي اف ملوش دعوه. اي جي ار بي ما بيهتمش بالتايمرز، لكن او اس بي اف بيهتم. اي جي ار بي عنده حاجه اسمها كي فاليوز، ودي مش موجوده في او اس بي اف. وفي اي جي ار بي زي ما كنا اتفقنا قبل كده لازم يكون كل الراوترز بتستخدم نفس الكي فاليوز. في حاجه كمان، لو احنا هنا عندنا راوتر 1 وراوتر 2 واصلين مع بعض مثلا بسيريال لينك ولا حاجه، طبعا اذا كان او اس بي اف او اي جي ار بي عشان اتنين راوترز يكونوا نيبرز لازم يكونوا دايركتلي كونكتد، وهثبت لكم الموضوع دوت لما نعمل سنافنج للباكتس. بس اللي عايز اقوله ان بالنسبه لاي جي ار بي لازم يكون الاي بي ادرس اللي هنا والاي بي ادرس اللي هنا في نفس السبنت. اوكي، او اس بي اف مش مهم، يعني الاي بي ادرس اللي هنا لو في سبنت والاي بي ادرس اللي هنا في سبنت الثانيه، او اس بي اف ما عندوش مشكله مع القصه دي. طبعا بصرف النظر ده هيؤدي ان النيبرشيب تحصل او ما تحصلش، او يعني يعرفوا يبعتوا ابديتس لبعض، في بعض الاحيان بينفع في بعض الاحيان ما بينفعش، بس من وجهه نظر او اس بي اف ملوش دعوه ان الاثنين انترفيسز دول يكونوا في نفس السبنت بعكس اي جي ار بي. طبعا اي جي ار بي الديزاين بتاعه زي ما شفنا عفوا الديزاين بتاعه بيكون سهل، يعني الموضوع ما فيهوش تعقيدات كتير، ما فيش areas، ما فيش area border routers، ما فيش القصص ديت. والالجوريثم بتاعه اللي هو dual algorithm، algorithm بسيط. OSPF على الناحية التانية بيستخدم ايه ده اللي انا كاتبه ده OPSF، طبعا دي غلطة OSPF. تمام، المفروض ان الالجوريثم اللي بيستخدمه اسمه SPF، هو بتاع واحد اسمه دايكاسترا. بالنسبه لل SPF algorithm، هو algorithm موجود من قبل ما OSPF يتعمل، يعني OSPF routing protocol اتعمل بعد ما الالجوريثم كان موجود، والالجوريثم كان بيستخدم من زمان وكان بيستخدم تحديدا مع routing protocol اسمه ISIS. هو عامه SPF ده routing algorithm اللي بيستخدم من قبل link state routing protocols، هو طبعا قوي وكده معقد بس وتقيل، بس قوي جدا من حيث اختياره للطرق، وممكن برضو ندي هنت عنه ان هو ازاي بيحسب الطرق وهكذا. لو اتكلمنا شويه عن الترمينولوجي بتاعت او اس بي اف، تعال نبص كده على الديزاين اللي تحت دوت. ده عباره عن او اس بي اف دومين اللي هو المربع دوت، ده ريب دومين مالناش دعوه بيه دلوقتي. الاو اس بي اف دومين نقصد بيه ان الراوترز دي كلها مع بعض بتتكلم او اس بي اف، وكل ما يكون في منهم اتنين واصلين ببعض مباشرة لازم يكونوا neighbors. OSPF عنده concept بتاع areas، عندنا مثلا area 0 ودي بتبقى ال backbone area، بمعنى ان احنا لو عندنا multiple areas زي area 1 2 and 3 لازم كل ال areas توصل ب area 0، يعني area 2 لازم تكون واصلة ب area 0، area 1 لازم تكون واصلة ب area 0. الراوتر اللي بيوصل ما بين اتنين areas بيبقى عنده انترفيس على الاقل في area وانترفيس تاني في area، فده بنسميه area border router اللي هو زي router Z مثلا، ده area border router، يعني router بيوصل ما بين اتنين areas. في عندنا routers بتبقى internal routers، okay، يعني الراوتر اللي هو هنا ده جوه area، ده مش بيوصل ما بين اتنين areas، ده internal جوه area 1. ما ينفعش انك توصل اريا 1 باريا 2 مباشره، ما ينفعش، لازم اريا 1 توصل باريا 0 واريا 2 توصل باريا 0 ويكلموا بعض من خلال اريا 0. طبعا ده النورمال ديزاينز يعني. اوكي، فده الاي بي ار. اوتونوموس سيستم، يعني كل الدومين ده اللي هو اس بي اف دومين ده بنسميه يعني او ممكن نعتبره اوتونوموس سيستم. فعندنا دومين تاني وليكن ريب اللي هم الاثنين راوترز دول، عشان يكلموا بعض بنحط راوتر في النص. الراوتر ده اللي هو مثلا وليكن اسمه راوتر A،
راوتر A دوت بيكون عبارة عن Autonomous System Border Router ASBR، يعني راوتر بيعمل Redistribution، يعني راوتر بيوصل ما بين Routing Domains. الناس اللي هنا بيتكلموا هو بيتكلم من ناحية دي OSPF وبيتكلم من ناحية دي RIP، وبيمكن الراوترز أو Networks اللي هنا تتبعت جوه ال OSPF Domain والعكس، يعني بياخد Updates من RIP يقلبها إلى OSPF Updates وبعتها في الاتجاه دوت، والعكس بياخد ال OSPF Updates أو Networks ديت ويقلبها إلى RIP Updates، لأن طبعا لو الراوتر بيتكلم RIP مش هيعرف يتكلم OSPF. أو خلينا نقول إن لو الراوتر شغال دلوقتي RIP بس، لو جات له رسائل OSPF مش هيتعامل معاها. أوكي، فده الكونسبت بتاع ال ASBR. وعندنا backbone router، ده بيبقى router جوه ال backbone area، زي router هنا مثلا B وزي router C، ده backbone router لان هو موجود جوه ال backbone area. وقلنا ايه هو ال internal router. اتفقنا ان هو OSPF بيستخدم SPF algorithm. عندنا برضو كام concept كمان عايزين نتكلم عنهم، ان اي router من الراوترز ديت بيبعت للراوتر التاني حاجة اسمها LSU او Link State Update، ده بيكون عبارة عن ظرف جواه مجموعة advertisements LSAs، والadvertisements ديت بتختلف في انواعها وهنتكلم عن انواعها type 1, 2, 3, 4, 5 لغاية 11. كل دي انواع من LSAs، كل واحد فيهم بيبقى مختص بانه بيتكلم عن حاجه معينه. على سبيل المثال مثلا LSA Type 1 دي بيبقى الراوتر بيعلن فيها عن نفسه وعن مين جيرانه والنتوركس اللي وصل بيها وهكذا. فعندنا اكتر من نوع من LSA، المهم ان دول بيتحطوا جوه LSU، فالابديت بيبقى جواه اكتر من LSA، وده اللي على اساسه بنبني اللينك ستيت داتابيس. تمام. الارياز عندنا منها انواع، عندنا backbone area وعندنا normal area عندنا stub area. normal area هي area عادية بيبقى الراوتر اللي فيها، اي راوتر جوه اي area لازم يكون عارف معلومات دقيقة عن الarea اللي هو فيها. وده يودينا النقطة ليه بنقسم الراوترز او بنقسم النتورك بتاعتنا الى مجموعة areas. في الحقيقة OSPF واللينك ستيت راوتينج بروتوكول زي ما اتفقنا بيتميزوا بان هم يكونوا عارفين معلومات دقيقة عن كل راوتر موجود في النتورك، وكل النتورك كل لينك موجودة في النتورك، وعارفين نوعها وعارفين هي بتوصل ما بين مين ومين وعارفين مين بيتكلموا. يعني مثلا لو كل الراوترز دول موجودين مع بعض في اريا واحدة، بيبقى الراوتر اللي هنا دوت وليكن اسمه راوتر واي، عارف ان في راوتر هنا اسمه راوتر دي مثلا، وعارف ان الراوتر دي دوت واصل بنتورك اسمها كذا ونتورك اسمها كذا، وبيعمل نيبرشيب مع الراوتر اللي اسمه مثلا اي، وعارف معلومات كتير جدا. فالفكرة ان لو احنا عندنا معلومات كتير، ده هيؤدي الى ان الداتابيس بتاعتنا هتبقى كبيرة في كل راوتر، ده هيؤدي الى ان حجم البيانات اللي بنعمل لها processing او بيتم معالجتها حجم كبير، فده هيؤدي الى ان كل راوتر هيبقى عليه اعباء كبيرة في النتورك. علشان كده بنقسم النتورك بتاعتنا الى مجموعة areas، كل راوتر جوه area بيبقى مهتم ان هو يعرف معلومات دقيقة تفصيلية عن area اللي هو فيها بس، لكن ما بيهتمش كتير بمعلومات دقيقة تفصيلية عن الراوترز التانيين اللي موجودين في areas تانية، ودوت بيؤدي ان احنا حجمنا او قللنا حجم المعلومات اللي كل راوتر بيبقى عارفها. يعني مثلا هنا الراوتر واي بيبقى مسؤول ان هو يعرف معلومات عن الاريا اللي هو فيها بس، بحيث انه لو حصل تغيير في اريا تانية حتى هو ما بيهتمش ان هو يعمل recalculations، بالذات ان الاس بي اف algorithm